اليوم ان شاء الله غنوجدوا واحد الوصفه تكون خفيفه وسريعه وتجي لذيذه. هي جلبانه خضراء، اللوبيا الخضراء تكون مشرمله. تناخذوا واحد الكاسرونه تنديروا فيها الماء سخون حتى يغلى، تنديروا فيه نص حامضه وجوج طروس ديال الثومه، واحد ورقات سيدنا موسى، والملح، شويه الملح، تتيغدا الماء مزيان. تنديرو هاد واحد المقدار ديال الزلافه كبيره، غنخليها حتى تطيب، ولكن ما تطيبش في خطره، تبقى ناقصه واحد شويه ديال الطياب، لان غنديرو معاها واحد الشرموله باش غتشرمل ان شاء الله. ندير هاد التسلق ونرجع معاكم ان شاء الله. تنديروها على هاد الشكل مع التومه والحامض والملحه وورق سيدنا موسى حتى تتسلق تطيب، تبقى ناقصه واحد شويه ديال الطياب. وتناخذوا مقله ونصوب المكونات في هاد الاثناء ونرجع لعندكم. تتسلق واحد نص سلقه تبقى ناقصه في الطياب واحد شويه، تنصفيها ونخوي عليها ماء بارد من الروبيني باش تحافظ على اللون ديالها. تنحطوها في واحد المقله، نحيدوا هاد الحامض اللي تسلق معاها، نحيدوا ورق سيدنا موسى حتى هما، نخليو الثوم يطيب معاها مازال، هاد الوريقات نحيدوهم، غنضيفو العطرية، العطرية عندنا واحد معلقة ما عامراش، معلقة صغيرة ما عامراش ديال التحميرة، معلقة صغيرة ما عامراش كمون، واحد شوية ديال السودانية على حسب الذوق، والملحه شويه او بلاش حتى نذوقوها في الاخر، لان سلقناها بالملحه وغنزيدو لها الحامض مصيف في الاخر، من الاحسن حتى نذوقوها عاد نزيدو الملحه. نديرو هاد المكونات، وغنضيفو المعدنوس، واحد شويه المعدنوس مقطع، واحد شويه الحامض مصير، المعدنوس بوحدو، البقدونس. انا نحاول نوسط الكلمات لان كلمه يفهمش الدارجه المغربيه. هذا البقدونس، المعدنوس بوحدو، وهذا الحامض مصير، فهما غنضيفوهم. غنخليوها تقلى على عافية مهيلة، غنغطيوها ونخليوها تحمر مع هاد المكونات على عافية مهيلة، ونرجع معاكم باش نضيفو لها شوية ديال زيت العود. متقرب تكمل الطياب غنضيفو لها زيت الزيتون، وغنضيفو لها الزيت المرقد ان شاء الله. انا ما زدت شي حاجة، تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الماء وتخليوها على عافيه مهيله، على عافيه قليله باش ما تحرقش، واحد 5 دقائق ولا 8 نرجع معكم ان شاء الله. تتحمر لنا هاد اللوبيا الخضر هذه مع هاد الشرموله ديال الحوت، غير ما فيهاش القزبور، ما زدنا فيها لا ماء لا والو. تنزيدوا في الاخر شويه ديال الزيتون، هذا زيتون سلالة، أي زيتون، زيتون زيتون خضر مرقد، وتنزيدو زيت الزيتون واحد شوية، هادشي حتى الأخر حتى طيب، تنزيدو شوية زيت الزيتون، وتنقدموها بالصحة والراحة. تنقدموها مع طبق ديال السمك او الستيك، وبحال سلطه خفيفه، وبصحه وراحه. ما تنساوش الاشتراك والبارطاج ودعم القناه. شكرا لكم على التعليقات ديالكم وعلى التشجيعات. مع السلامه.